قلت؟ قلت لا يعني لا. مش لا يعني مش لا. إن شاء الله صدقت نفسك إنك دكتور. أصحى لا تنسى روحك. أنت اللي أصحي. هاي أصحي علي هانة ولا ترى والله بأخذ عدتي وهج وخليكم. نعم وإذا كبت برأسي والله لا أقول حق خالد كل شيء. نعم تبونا كيفكم؟ فيصل فيصل شوي شوي أخذك ترى دمعت أنت فيصل هدي هاي هنا يا حد تشيلك بس وانتي فكين عن لقوة شوية خليك من هاللقافة خلنا شفت هالت هاللعبة مو هدي سوي هذا اختيارك وين لقيت غيره؟ حظي الردي من زمان اعتذري اعتذر احسن لك انا اعتذر لك بالمشمش بالمشمش روح روح يا قوطي بطل الباب خلصوني زين حقا يصير خير شلون زين؟ زين اهلا وسهلا تفضلوا السلام عليكم عليكم السلام هلا ملا يا هلا هلا خالد اهلا سامي يا هلا تفضلوا تفضلوا يا هلا حياك الله حياك سريع سريع اشكرك اشكرك خالد
توصلت؟ لا لا، أنا جبت الملة. ملة؟ يا سويت الله هداك. لا 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 لا، أرجوك قومي. لا لا دكتور، أرجوك سو شيء. إيش تبيني أسوي؟ أنا من زمان قايلك إن قلبها ضعيف ما يتحمل الصدمة. لا لا، يعني شلون؟ يعني بصراحة ممكن ما تقعد مولية مرة واحدة. ما تقعد مولية؟ إيه؟ لا 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 لا، أرجوك قومي. لا 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 لا، شفت شلون؟ شفت ما تقعد. لا 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 لا، دكتور أرجوك انقذها. سو اسعفها، سو شيء، بس لين أعقد عليها الله يخليك. زين بس فتش خلنا نتصرف. فتش اقعد هناك. مشكلة والله، سبحان الله. شوف ما تقعد، خلاص أدري فيها أدري فيها. ما تقعد، لو تقعد ما تقول هاي. شوف سبحان الله، أدري فيها. شايد فيها شايد. يا ودي هو مشكلة المشاكل. شوف شايدة. كل ما لا يزيد عليها، والله. شوف شايدة. السالفة مو سهلة ترى. شايدة. غمضتني. أدري. وايد. أوه. شلون؟ أوه. وايد تشكشكة. الساعة. ها؟ صوت الساعة يا غبي. هاي. إيه. بصراحة ماكو فايدة. اتأخر قوي. ايه بس اللي اخره ده؟ موعده ثابته. يكون شتاء ده ايه؟ وبعدين بقى انا كده هتأخر على هلالة. انا خايفه كل حاجه تبوظ. يا رب يجي. خالد قعدت. بدو هذا الملة يا هلالة. الملة ها. لا يا جماعة، كم مرة قايل لكم لا تبون طار ملة قدامها؟ خشوه. ملة روح مكان سامي. انخش. لا أرجوك قاعدة يا هلالة. أنا خالد. ها عسى إن شاء الله ما تقعد ولا تتزوج بعد. حرام عليك يا بدر، أختك الصغيرة. وانت شكو؟ انت من داش على عصاصك؟ بعدين انت ايش حكي هاي؟ هلال اتصلت بي بالتليفون وقالت لي ان انا اجي علشان حشهد على جواز، وكمان دي رغبه الاستاذ خال. انا يعني انتم مدبرين كل شيء من ورا ظهورنا. اسمع ملا، هذه اختي، وعلم يوصلك ويتعداك انا ماني موافق على الزواج، فهمت؟ يا سيد الفاضل، الشور مو لك، الشور حق العروسه. شلون؟ إيه؟ واذا كانت العروسه مينونه وخبله ولا تعرف مصلحتها وينها في؟ لا يا ملا، العروسة لا هي خبلة ولا هي مينونة، وعندك هذا الدكتور تقدر تسأله. بصراحة يا جماعة، أنا حسب معلوماتي الطبية والسيكولوجية والشنفلوزية معا، أن هلالة بصراحة في كامل قواها العقلية. نعم، لكن لكن شنو؟ لكن شنو يا دكتور؟ ممكن تكون وهي فيها الحالة وحاسة أنها ممكن تموت. إن شاء الله أنت. ويعني وممكن تكون قراراتها متسرعة، وممكن أنها تضحي بكل ما تملك للشخص اللي تحب. سمعت بإذنك يا ملا،
سمعت؟ هذا دليل واضح على انها مينونه. عيل اكو واحده يا مله عارفه نفسها اليوم ولا باكر بتموت، بتزوج الحين علشان زوجها يعرف كل شيء وتحرم اخوانها اللي منهم وابوها. مله ما عليك من هالحكي هذا كله، ما عليك منه. خالد، خالد هلا خالد هلا قعدتي صحيتي؟ مله شوف شغلك، مله شوف شغلك. على بركه الله. وقف يا مولا وقف. نشمية عسى ما شرب، ليش تأخرتي؟ بعدين منو هذا اللي وياك؟ ده المحامي. حضرتها الست هلالة ساهدنا امبارح وطلبت منه يكتب لها عقود بيع للأستاذ خالد. حضرتها عاوزة تباع له نص المعرض الثاني ونصبها في البيت. يا رب تموتي. قلت لك يا نشمية خلاص اختك ينت، هلالة ينت وقعدت. وانتو شكو؟ انا بكتب له نصيبي في البيت وبكتب له باجي المعرض وكل رصيدي في البنك. يلا 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 مولا، يلا مولا اكتب دفتر معي. حاضر. وقف يا مولا وقف. اولا الجوازة دي لا يمكن تتم، جواز هلالة من خالد باطل. انما يعني اذا كانت هي مصممة انها تتجوزه على شرط تكتب لي كل املاكها باسمي انا، والمحامي موجود. اختك خبلة يا نشمية، ما عارفة تفرق بين اللي يحبها وبين اللي طمعان بفلوسها. انت بتتزوجها يا خالد علشان تبلع كل شيء، لكن حريمتك لا. هذا مو صحيح، مو صحيح. انا ما افكر في فلوسها، انا كل اللي يهمني سعادة هلالة، مو مثلكم انتوا طمعانين بفلوسها. لا، انا مستعد بعد اضحي بكل شيء علشانها. انت ريال كذاب. لو كنت ريال بصحيح ابن ريال اكتب لها نص المعرض باسمها كمهر ليها، زي ما انت عاوزها تكتب لك نص المعرض ونصيبها في البيت باسمك. وليش يا نسيبتي العزيزة، ليش وإحنا بنتزوج، ليش أكتب لها وإحنا بنتزوج؟ فلوسي بتصير فلوسها، أملاكي بتصير أملاكها. شفت شلون؟ شفت إنك طماع بفلوسها؟ الزواج هذا لا يمكن يتم، يعني لا يمكن يتم. يا جماعة أنا ما أبي من خالد شيء، عطيني لو سمحت العقود علشان أوقعها حق خالد. هات العقود. لا في جواز ولا في عقود. يا رب تموتي قلبي. هلالة أرجوك قعدي بس خمس دقايق. أستاذ خالد عاوزك دقيقة واحدة، ممكن تيجي معنا لو سمحت يا دكتور؟ والله حسب معلوماتي الطبية ممكن. تفضلوا. حرام عليكم في اللي بيحصل ده، هلالة عمالة تموت وانتو عمالين تتخانقوا على المعرض والفلوس. سامي الله يهديك سامي، بس اخوانها هم السبب، هم اللي يبونها تموت. اسمع يا خالد، لو انت فعلا بتحب هلالة وعاوز تكون فرحانة في اخر ايامها لازم تنفذ لاخواتها طلباتهم. انفذ طلباتهم؟ اكتب لها نص المعرض؟ لا مستحيل، هذا الشيء لا يمكن ابدا. ليش لا يمكن؟ ليش مستحيل؟ شفيك ما عاد تحكي بكلامك. المرة بتكتب لك كل حلالها والعقول جاهزة، واخوانها هذيل زاهبين على الخير والشر، حط بالك منهم. اسمعني زين، ماكو عقود، ماكو زواج، ماكو حلال، ماكو مال، ماكو بيت، ماكو معرض الا لما تنفذ لهم طلباتهم. يعني الدكتور فيصل لسه قالنا ان هلاله ممكن تموت في اي لحظه، يعني العقد اللي هتكتبه لها ملوش اي قيمه بعد وفاتها لان كل حاجه ملكك. بصراحه انا بديت اشك فيك، قصدي بديت اشك بنواياك. انت طمعان بفلوس هلاله؟ اخلص يا دكتور، انت فاهمني غلط. شلون فاهمك غلط؟ فهمني. اذا المره بتكتب لك كل حلالها وكل املاكها باسمك وانت ما تبي تكتب لها نص المعرض مهر لها، اكو واحد تزوج بدون مهر الا عشان تشتغل بسوق الجمعه؟ ما ادري سبب رفضي يا دكتور، اني انا شخصيا شاك بنوايا اخوانها، اختها واخوها. انت مالك ومالهم؟ الله، هم عملوها كده علشان يورطوك وبيقولوا انك انت عاوز تتجوزها علشان طمعان فيها. ايضا صحيح، تحبها تزوجها المسكينة، تزوجها، لان بصراحة انا عرفت انها تحبك. صحيح يا اخي، يكفي انها بتضحي بكل حلالها ومالها من اخوانها علشانك انت. سجلة قالوا هذا الحب ولا بلاش. يلا وقفي اختي.
مطيت أذان. أختي حبيبتي يا أختي يا بنت أبوي، الحقوني يا ناس الحقوني. لا 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 لا، أنا وافقت خلاص وافقت. ليش 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 توافق؟ لا تكتب لهم شيء، أنا يكفيني عطفك وحنانك بس. لا يا لا لا لا، أنا علشان أثبت حق أخوك وأختك حسن نواياي، أنا ماني أقل منك وفاء وإخلاص وتضحية، وعلشان كذي هذا دفتر شيكات وبكتب كل رصيدي اللي في البنك فيه علشانك. قلم 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 قلم. تفضل تفضل. أي أنت بتصيري مرتي، هذا كل دفتر شيكات عندك. يا جماعة يا جماعة تأخرت، خلصوني. يلا يا ملة يلا اكتب المقدمة لغاية ما أعود إن شاء الله. يلا مبروك يا نسا هلالة. أنت بتبارك لها على إيه يا أستاذ سامي؟ لا مش لهات التاني، بتبارك لها على إيه؟ في المناسبات اللي زي دي الناس بتشببه، إنما في المناسبات اللي إحنا فيها دهيت إحنا لازم نهببه ونلطم على وشنا كمان. إيه عاوزة تبيعيله كل أملاكك؟ ده كلام، حسبي الله عليك حسبي الله عليك. داعي عليك يا هلالة يا بنت أبويا، أشوفك متشحتفة في الشوارع ودايرة على رجل واحدة وعمالة تقولي يا أب أب أب، هترسي يا أب. إنما أدعى عليك ليه؟ ما أنت رايحاله رايحاله. خلاص خلاص فكينا، ايش كثر تلقين انت؟ هي اعوذ بالله. وانت يا استاذ خالد؟ نعم يا استاذ بدر. انت فعلا اذا بتثبت حسن نواياك وحبك لهلاله وقع العقد. لو سمحت يا حضره المحامي، وين العقد؟ تفضل العقد جاهز لو سمحت. وعلى التوقيع. شكرا شكرا شكرا، تفضل وقع العقد لو سمحت. اي بس انا تو معطيكم دفتر الشيكات وموقع لكم على كل رصيدي. على عيني وراسي، هذاك دفتر الشيكات، هذا عقد المعرض يعني مهر هلاله. يعني هذاك ما يكفي الحين؟ هذا مهر هلالة، ما له شغل بهذاك. الله يسلمك يا أستاذ خالد. قلم 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 هوري. قلم تفضل تفضل تفضل. أوقع بأحلى قلم. أنا موقع أنت قل أنا أخذت أنا زرت النص قلم تسلم. وقعت وعن إذنك الحين أنا أوقع الشاهد الأول. واد يا فيصل، قصدي يا دكتور فيصل. أيوة أنت وقع العقد عشان تبقى الشاهد الثاني. لو سمحت يا دكتور فيصل تفضل. هات قلمك قلمك هات قلمك قلم. لا هذا زين. كل واحد أخذ قلمه. لا قلمي هذا. كل واحد أخذ قلمه. خلاص الحين ارتحتي؟ أنا وقعت دفتر الشيكات وكل رصيدي، ووقعت على العقد وهذا قلم، وتفضلين أنا وقعت. ما بي ما بي، ليش وقعت؟ وقعت؟ إي نعم وقعت وبتوقيعك. قلبي أختي 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 ناصر يا هلالة. لا 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 حبيبتي لا لا خلوني اتعجل. لا 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 شوي هدوء. لا 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 اصحي بس خمس دقائق. دكتور قوم يا بقوم شو التاره. لو سمحت لو سمحت شوف التاره شوف سمحت لو سمحت اسعف بس اول شيء. اختي العزيزه هي اختك عزيزه بنت الله يطول لي عمرك. شو شغلنا سووني سووني على ما حد جعشني. سكت لو سمحتي اخذ نفس ارجوك يا دكتور. لو سمحت اختي لو سمحت اخذي لو سمحت لو سمحت لو سمحت خلينا نشوف شغل. يا دكتور ايه هذه بس بتقل عليها ولا كان مطيخ غشيانه شلون؟ يا لهوي لو سمع لو سمع خلص شغلي. يا لهوي اختي 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 يا لهوي شلون؟ شنو دكتور؟ لا اشوى الحمد لله. اه هنا هنا لا تمام ان تمام الحمد لله. لا حي حي الحمد لله ما في الخير. لا لا الحمد لله عاش ما في الخير، بس النبض عندها بطيء وارجو ان بصراحه يعني انها ترتاح الليله. ارجوكم يا جماعه لا حد يؤذيها لان الانفعالات الزايده تؤذيها، خاصه الانفعالات السيئه والمفرحه. دكتور
أنا بيها 10 دقائق بس تصحى، 10 دقائق توقع الملكة والعقد اللي عندي. الله يهداك بس يا أستاذ خالد، وأنت شحقة مستعيل؟ أنت ما سمعت الدكتور شو يقول؟ أي انفعالات سيئة أو مفرحة ممكن تأثر عليها. خلاص يا باكر الصبح ومن أصبح أفلح. أي من أصبح أفلح يا طالع، من أصبح أفلح ومن ماتت الليلة بالله. استغفر الله يا أستاذ خالد، عاد هذا الكلام تقول الله يهداك؟ يا أحظى من عمره يبقى الأعمار عند الله سبحانه وتعالى، أعفو عليك بس، شو الكلام هذا؟ زي ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف، أعطوني دفتر شيكات وأعطوني العقد. الله ومستعجل على ايه يا رجال؟ الله فوت علينا بكره يا معرس. دفتر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دفتر ان شاء الله ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. عجيب ما حد يرد يا ولدي. حاول مرة ثانية، حاول مرة ثانية، حاول مرة ثانية. أين ماكو أحد؟ والله تقول يا ولدي أنا ماكو أحد. روح رجع مرة ثانية طالعه. لا لا خل طالع الحين، خل جرب. يا ولدي ماكو أحد، لو أكو أحد ترد علينا. نروح نرجع مرة ثانية. يلا. عجيب ماكو أحد، ما حد يرد. نرجع مرة ثانية. تلقى وين راحوا يعني؟ طال عمرك يا ولدي، احنا نروح نرجع مره ثانيه. لا 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 صدق برا. حاول خلك ها ولدي على وين رايح؟ يا دكتور ما قلت يا عسى زعلان مني ولا شيء، كد خاطرك بشيء يعني. ايش دعوة انا زاد من فيصل الحباب، ما شفنا انا اضحك الحين. بس اقول فيصل. نعم دكتور. صديق شذي موهبه وانا ما ادري. بس اقول لك لا تنسى ترى انا ساعدتك بالتمثيل، هم انا امثل مثلك ها؟ صاير انكلكشي واحنا ما ندري، بس انت موهوب صراحة. صدق تمثيلك صاير احسن من جيمس ميسون. جيمس ميسون مريض عندنا يعني راجع ولا؟ لا يبا هذا فنان كبير عالمي جيمس ميسون. فنان؟ اي انت راح تصير احسن منه ان شاء الله. لا دكتور انا اعجبك، ترى انا ماني سهل. مو ابي مي سهله بس حضرتي احسن من ميسون مالك هذا. اخ والعلم الخاص يا دكتور ترى انا السبب بنجاح خطه هلاله. يا ريتك تستغل يا فيصل ذكائك هذا بشيء تستفيد منه وتيوز عن قراءة القصص البوليسية هذه اللي ماخذك لوقتك. لا يا دكتور الله يطول عمرك، لعلمك الخاص ان القصص البوليسية هذه هي فايدتني ومنشطة عقلي وساقلة مواهبي. لا اصبر علي اصبر علي وشوف تمثيل على اصوله. بس اخ يا ريت يا ريت نشمية توفي بعدها وتدخلني التلفزيون من اوسع ابوابه. انطر لما يجيك الربيع. ها ربيع؟ يكون أنا اللي قبل الربيع. دكتور إيش تقصد؟ لا 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 أبدا ما أقصد شيء، بس أقول فيصل لو تقوم الحين وتنادي الفراش علشان يجيب لي كلاس ماي وسكر الشاي بعد. لا الفراش دكتور أنا طرشته يروح يجيب لي ريوق. يجيب لك ريوق؟ يعني شلون أنا بتم عطشان كذي لما إيه حضرته؟ والله يعني شو تشوف دكتور يعني إيش تبيني أسوي؟ إيش فيك دكتور تخزني تطالعني كأنه ما عاجبك كلامي؟ لا عجبني، بس ايش رايك يا فيصل لو تقوم انت بنفسك تروح تجيب لي كلاس ماي وسكانة شاي؟ وانت الحين ايش رايك لو تروح بنفسك شو يصير؟ وتروح تشرب ماي وتصب لك شاي. قوم 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 شرح علي اللي اعطيتك وي. يلا قوم 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 حط مقفاك. يلا ما في منك اي شيء. يلا يلا روح روح روح. زين زين دكتور لحظة، ممكن لو سمحت انا علي اقصاد سياره ومتاخره ويقولون يبون قبل يسحبون السياره. روح من قالك تاخذ لك سياره كشخان؟ اطلع يلا يلا. الفيصل الفيصل الفيصل
دكتور فيصل، دكتور فيصل، دكتور فيصل، وين دكتور فيصل؟ من تبي حضرتك؟ ابي الدكتور فيصل، قايل لك الدكتور خالد، ابي الدكتور فيصل. بعدين شن قعدك؟ قم 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 قم، شن قعدك مكانك؟ هدى اعصابك يبا، لا تعلي حسك كذي، الحين انادي لك الدكتور فيصل. نادي الدكتور فيصل. يا دكتور فيصل، دكتور فيصل، دكتور فيصل، نادي الدكتور فيصل ولا ايش رايك؟ هذا الشاي وهذا الماي بعد شبي خدمه مجاني علشانك، حتى الراتب لك زيده. بارك الله فيك. عشلون؟ حبي والله. نعم. صادق. يبيك يبيك. ما بي. يعني انت اكيد انت جاي تسالني عن حالته. لا 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 لا، انا سويت المستحيل وباجي على الله. الله يطول عمرك. لا لا لا، انت غشيم، انا ماني جاي اسالك عن هذا. لا انا جاي اسال الدكتور سؤال ثاني. يعني هذا مو دكتور، يعني انت مو دكتور فيصل. شوف شغلك ولا ايش رايك؟ ده بس تدوس علي. اكلينيكا 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 دكتور. اي دكتور، الحين طعت بديني، طعت بديني اللي صار. دكتور بلاستيجي حتى اشوف. دكتور قص علي ولا ايش رايك؟ آه يا القهر يا سامي، آه يا القهر يا سامي. في يا أستاذ خالد، مالك زعلان؟ خير إن شاء الله. أي خير إن شاء الله يا سامي؟ هلال اختفت يا سامي، فصي ملح وداب. هلال اختفت والدكتور طلع مزيف يا سامي. جني انخدعت يا سامي، إلا انخدعت أنا يا سامي. لكن أنا ما حد يقدر يقص علي يا سامي، ولا إيش رأيك؟ الرجل المقهور مسكين مسكين حال وعدم. شوفوا شوف انت، ترى انا اقص على 100 من امثالكم، مو مسوي لي ريه وسكينه وعبد العال. انا اقص على 600 واحد مثلكم. ايش لونك؟ استاذ خالد. نعم. المحل كله تحت امرك، واذا بتاخذ فستان للمدام يكون بلاش هديه مني لك. إيه شنو بلاش يا نيتي انت؟ لا 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 لا، مو بمعنى البلاش بلاش، وثمنه غالي. ايه. والثمن راح يدفعه الحين السيد خالد. المن يا خم يا يا ها ها يا 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 لا لا يا 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 انت يا 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 عبد العال، عبد العال، سامي 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 برا 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 برا، اوريكم انا برا برا. لا شوفوا يلا. أنا سهلالة، الله بالخير. هلا فيصل. نعم، أكو شيء؟ أكيد أكو شيء. ها، إيش رأيك فيني وأنا وأنا طبيبي؟ الصراحة تهبل يا فيصل. شكراً. والدليل إن السالفة طافت على خالد مثل الماي. ما قصرتي، الحمد لله الحمد لله. يعني ها، عقب ما نجحت وبيضت وجهكم عدل، يلا عاد أوفوا بعدكم. أي وعد؟ ها؟ لا الظاهر نسيتي. نسيت انكم وعدتوني انكم اذا مثلت الدور عدل بتدخلوني التلفزيون من اوسع ابوابه. ها اي لا صح صح، عاد الصراحه انت فنان وتستاهل يا فيصل. شكرا. شوف حبيبي، الحين تركب سيارتك ودل دل 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 سيد على التلفزيون. خش هناك راح تلقى ساحه واسعه، تصفط سيارتك تنزل منها وتروح التلفزيون. فهمت ولا لا؟ اكيد فاهم. ايش قالوا كان قوطي ولا غبي ما افهم؟ لا محشوم يا فيصل، ايش دعوه؟ بالعكس، والدليل انك ذكي. إيه؟ انك حفظت الكلام كلمه كلمه وحرف حرف. المهم بغيت اسالك، انت تدل التلفزيون وين؟ اكيد مو هذا اللي بشارع السور؟ لا خبرك عتيج، ثمنوه وشالوه من مكانه ودوه مول العيش. لا تدل مول العيش؟ مول العيش؟ اي مو هذا اللي في الاطراف؟ اي نعم، هناك تلقى التلفزيون. يعني الحين تبيني اخذ سيارتي واروح ام العيش واصفط هناك في البراحه واحدر زين؟ وبعدين بعدين
وبعدين تسأل هناك أي واحد تلقاه قدامك تقول له يعني وين أوسع بوابة بالتلفزيون، بيقول لك هذه تدش منها. زين وبعدين؟ وبعدين خلاص بعد شنو بعدين؟ إحنا وعدناك ندخلك التلفزيون من أوسع أبوابه. لا الله يطول لي عمرك، أنت فهمتني غلط، أنا بصير ممثل. ممثل؟ أدري يا عيوني، أدري إنك تبي تصير ممثل. مو أنت إذا دخلت التلفزيون من أوسع أبوابه تسأل عن المخرج، وين المخرج؟ ألف واحد راح ياخذك من إيدك ويدلك المخرج وتسلم لنا عليه. هي أدري، وبعدين إيش بسوي؟ ما تسوي شيء، ما تسوي شيء، أنت بس قول له أنا جايك من طرف هلالة ونشمية وخلي الباجي عليه. يا الحين أنا أروح أم العيش؟ إيه بس لا تنسى تاخذ معاك لبن وتمر وكم قلن ماي وكم قلن بنزين وكم تاير سبير وشوية خبز وخيار وطماط حق الطريق. خوش، ما دام منك الحين سويتي خير كملي جميلك. شنو؟ إيش رأيك الله يطول عمرك تعطيني يعني كرت؟ إيه حق المخرج؟ أو رسالة الله يطول عمرك عشان يهتم فيني. يا عيوني صدقني ما يحتاج، ما يحتاج، هم محتاجين ممثلين، خاصة الحين قريب رمضان، قريب رمضان المسلسلات طايحة بجهودهم هالكثر، ماكو ممثلات، يدورون ممثلات بالتفق ماكو ممثلات، فبس تروح بتلقى الأدوار طحيح واختار اللي تبي نق. وبعدين أنا بتصل فيه الحين، أنا اتصل فيه ما عليك منه. جزاك الله خير والله، اتصلي فيه ها خليه يهتم فيه يمكن ينطر لي. ما بقى شيء لا طول عمرك خير إن شاء الله. وعليه أنا بروح الحين. ابشر بارك الله فيك. حياك الله. تعال مني وين؟ وين؟ وين سيارتك؟ تعال سيارتي يا روح مني. تعطي شيء؟ اتصلي بالمخرج خليه يطرني في براحة ها؟ أصير ممثل أبوه. ألو، نعم، إيه أنا هلالة. نشمية، نشمية. إيه هلالة، إيه في إيه؟ كلمي مية. في واحد قاعد يقول كلام حلو على التليفون. إيه ده؟ حقك. ليه؟ مش معقول. ويعرفني منين؟ ما أدري. أكيد يعرفك. لا لا ما عجب. لا لا. بسرعة قبل يسكر. يمكن عشان يكلمك. بس قبل يسكر. طب بس. ألو، أيوة مين؟ إيه؟ أنا جكرة؟ مرسي خالص، ده من ذوقك. وإيه؟ وأنا حليله؟ ياي، ده من لطفك وكرم أخلاقك. وإيه كمان؟ وأم السعف والليف؟ ياي بتجنن، والله أنا مش عارفة أقول لك إيه على الكلام الحلو ده اللي طالع من حنكك. Really, I am very happy to see you in the telephone. مرسي خالص، مرسي. بقول لك إيه؟ بيقول لي أنا جكرة وحليله وأم السعف والليف. صح، خلص. ياي، والله يعني إيه؟ يعني وحشة. وحشة؟ وبقول أنا؟ ولا بقول لك أنت؟ مجنونة لأنت. أنا مجنونة؟ أنت اللي بتسمعي. استحي على وجهك يا ريال يا مينون. ايوه انت مينون وانا كلهم ميانين. تو الناس يا ريال، تو الناس. طب والله لا اجيب لك اخت هلاله تهزاك في التليفون يا جبان يا رعديد. هقفل السك. طب اقفل. هقفلها. هقفلها على قفاه. قال انا جكرة. طب اختك هي اللي حليله ومامتك هي ام السعف والليف. قال انا جكرة وحليله. تلاقي سي خالد هو اللي وزز واحد عشان يطول لسانه علينا. يعني انت للحين ما عرفتي منو اللي متصل؟ لا عارفاه انت طبعا. فيصل. فيصل؟ فيصل يعمل كده؟ طبعا عشان ناديتيني من جوه عشان اسمع طولة لسانه دي. يا سلام، مو احنا خوات؟ مو لازم انت تشارك بالسراء والضراء؟ والله يا اختي انا من ساعه ما جيت الكويت ما شفتش منك غير الضراء وبس.
بعدين تعالي قولي لي نهوت، مش حرام عليك يا مفترية تبعات الراجل لحد أم العيش؟ أم العيش حتة واحدة؟ طب قربي له المسافات ودي أبو حليفة. أنا أحب الأم وبس. بعدين بدينا بالفلسفة وانت شكو مش حاجة تدخلين نفسك بشي ما يخصك، ما عليك. عرفت من الملقوفة فينا الحين يا هانم؟ أنا ملقوفة؟ يلا من عشر القوم. بقولك إيه بقى، سيب اللي في إيدك ده بقى وتعالي يلا نقوم ناكل. الله ريحة المكبوسة هيت. يلا يلا يا حبيبتي يلا. استني أنا حاطة إعلان بالمجلة قاعدة أدورة. إعلان؟ إعلان إيه؟ ليش أنا ما قلتش إني ببيع المعرض؟ اعترفتي بقى يا أختي العزيزة إنك أنت تاجرة فاشلة؟ لا يا حبيبتي، أنا مو تاجرة فاشلة، أنا تاجرة ناجحة وأنجح تاجرة بالمنطقة، بس التجارة هي اللي فاشلة. التجارة تبي قلب من حديد، وأنا قلبي رقيق حنون طيب، ما أعرف أتعامل ويا الوحوش. ما قلت لك من الأول ما سمعتيش كلامي قبل ما تشتريه، عاملة لي شهبندر الطبار دماغك ناشفة. يلا بقى عشان ناكل بقى أنا جعانة. بس استني طالعي مارلي مونرو. يا أختي عليها. الله دي صورتي أنا. صح. ياي أينن بهبل بخبل يا أختي عليها وعلى جمال مامتي. حلو صدقين حسبت مارلي مونرو. بس من هي الجاكرة مين دي؟ يا لهوي وحشة قوي يا مصيبتي. ده انا ده جمالي، ده جمالي. هذا انت قبل العمليه. طب شو كنت اخبيها؟ طب انت حاطه ثلاث صور لك هنا معلنة عن زواج ولا شنو؟ اهلا جواز. ايه ايش اللي مكتوب؟ وما ان دخل اسلوبين الى منزله حتى القى بنفسه على الاريكه وراح في سبات عميق، وفجاه انتفض ارسلوبين واستوى جالسا على الاريكه، ثم أشعل لفافة من التبغ وإذا به يفكر بعمق. وعلى حين غرة دخل اللصان بحذر وخفة، وهما يظنان أن لوبين لا يحس بهم، لكنهم أخرج مسدسه المحشوب بالرصاص وصوبه نحوهما وصرخ قائلا: ولا حركة يا ماما. عشان خرعتنا عن بعينك. حقوله هذا انتي هلالة؟ هفا يا هلالة، ما هقيتش هالشكل تقصين علي. انا توديني ام بالعيش؟ مو حرام عليك؟ لا حط بالك على نفسك، قلبك علي. اترس السيارة بنزين، حط فيها اكل، حط. انا قاعد بالشمس بالحرارة. المهم انك اغبى واحد في الديرة، ولا اكو واحد ما يدل مكان التلفزيون؟ جزاي واقل من جزاي، ولا مقيوله؟ ان اكرمت الكريم ملكته، وان اكرمت اللئيمه تمردا. انا لئيمه برستيجي لو سمحتي. اسحبها لو سمحتي. لا خلاص بقى يا فيصل اسحبها بقى. معلش داش لو سمحتي. خلاص اسحبها بقى خلصنا. معلش سامحيني المره دي يا هلال عشان خاطر. خلاص عفينا عنك والعفو عند المقدرة. عفيت عنك بس لأنك تقول شعر. شعر؟ أنا راح أطلق الشعر بالثلاث. هدأ أعصابك بقى أمال يا فيصل، ألا ما تبقاش عصبك كده حسن يطقلك عرق. قولي بقى الدكتور ماجد جوا؟ أي نعم موجود جوا. ساتر يح، بل عنده مريض مهم رجاءً قعدوا بعد ساعة شو عليه، عندك كارت توصية وهذا زبون مهم عندنا رجاءً. على انا بديش قسما عليك وعلى زبونك وعلى دكتورك. يا هلالة لو سمحت يا اخت لشميه حطت على اختك لو سمحت. يا جماعه يا لو سمحت. تعال بتعال الله يطول. بالشفه ان شاء الله بالشفه. ايش اخبارك؟ ان شاء الله زين. تحي زين. طمني. ها طمني الدكتور. الدكتور طمنك؟ ايش قال لك؟ ان شاء الله خليك كويس. بس استمر على العلاج. وهداك يا عبد الصمد اعطاني هذه. اعطاك الدواء؟ ايه. وايش قال لك شلون تشرب الدواء؟ قال لي دولي ايه الصبح ايه والظهر ايه والعصر ايه والمغرب ايه والعشي ما توفى ونص الليل ايه والفجر. طب خلاص خلصت الشهر كله دحين. والصبح. تعال حبيبي تعال خلينا نتفاهم معاك انت. والداني داني دي كمان دي. تعال قال لي. تعال اقعد. وين كنت؟ وين كرتك؟ كرتك اتفضل.
شاهد هذا الكلب. انت شو اسمك الكامل؟ عبد صبور. ايه عبد الستار. ها نور. نور شنو؟ نور الشريعة. انا نور سيد عبد الرحمن. نور سيد عبد الرحمن. نور سيد عبد الرحمن. الله يشفيك يا عبد الستار. ويخلصك ان شاء الله من اللي فيك كله. انت عندك دروس ما عندك بلاعين. هاك دواك وراجعنا باكر ان شاء الله. ها يلا راجعنا باكر ان شاء الله. راجعنا باكر ان شاء الله. باكر باكر راجعنا. اي يلا مع السلامه عمي. بارك الله. اكل اكل اكل. انا شاك في هذا اكيد خاله هلاله. هدوا بالكم هدوا بالكم اعصابكم يا جماعه اعصابكم. ما في داعي للهوشه والصراخ والانفعال. ايش تشربون الحين؟ احنا مو جايين نشرب. عندنا في البيت كل خير. احنا مو جايين نشرب. جايين بنعرف ايش اللي سويته. سواد الوجه اللي سويته حاط صوره اختي بالمجله وكاتب عنها الكلام. ليش؟ كلام علمي يا هلاله. انا طبيب. وانا هلاله. انت بغيت تنشر على حساب اختي يا دكتور. ايوه السالفه من سالفه شهره. الموضوع عن تقدم علم الجراحه. طبعا. بس انت ما قلتليش يا دكتور انك حتحطها في المجله. يعني انا كنت فاكره انك انت حتحطها في قلبك. قصدي يعني انك كنت حتحطها في الفايل في الملف اللي عندك. سالفه المقال ما كانت على بالي ساعتها. انا سنشميه صدقيني. انا ما كان قصدي اني ازعجك واحرجك واقص عليك صراحه. لا يا سلام يا سلام صدقناك. شفنا يا هالته بتقص علينا. لا يا عيوني انت مخطط حق هالشي من زمان. انت بتنشر على حسابنا. المفروض لما فكرت بهالشي كان المفروض تقول لنا تتصل فينا تقول بحط صورة اختكم بحطها بالمجلة بنشر على حسابها. المفروض تقدم طلب خطيا تستأذن مني انا شخصيا. بهذه ما عاش حق. يبقى انا اعتذر. انا غلطان اسف. بعد ايش تبين اكثر من كذي؟ وايه فايده الاعتذار دلوقتي بعد ما كل الناس ناس ايه ده كل العالم شافوا صورتي وقروا اللي عليها. يعني انا خلاص بقيت فرقه. فرقه كل فضيحه فضيحه. الناس كلها احنا نمشي بالشارع ويتغامز وتلامز علينا ويتهامسون. هذه نشميه. شفتي اللي كانت ماشيه تقول ايه يا عليها وعلى جمال امها. لا على اختها تقول الله هذه الحلوه اللي حطوا صورتها بالمجله. ايه هذه نشميه اخت هلاله. ليش انها طالعه حلوه على اختها؟ طبعا فضحتنا. الحين احنا وين نودي ويوهنا من الناس؟ صرنا علج بحلوج الناس. يبا ايش حق انتم مكبرين السالفه كذي؟ ليش مكبرينها؟ الله يهداكم. بس الله يهداكم باكر الناس كلها تنسى اللي قريته واللي شافته. لا ما فيش حد بينسى يا دكتور. ازاي الناس بتنسى؟ حد ينسى هالوجه الجميل؟ حد ينسى ولا هالوجه؟ لا معلش مش مهم وجهك. يعني وبعدين دلوقتي الناس فاضيه دلوقتي ما وراهاش حاجه وعماله بتتكلم وتقول شوفوا هشميه شوفوا نشميه. يعني انا خلاص بقيت مكلمه يا دكتور. لا حول الله ولا قوه الا بالله. الحين شنو الحل؟ شنو المطلوب مني؟ والله المطلوب مو احنا بنقول، المحامي بيقول لك. يلا قومي يلا. ثانيه لحظه انت مزودها قوي. نشميه سكتي ولا كلمه. خلينا نتصرف. احنا بناخذ حقنا بالقانون. تفضل قومي. يعني بتشتكون علي؟ طبعا بنشتكي بنطالب 1.5 مليون تعويض. تبين الحقيقة يا هلالة؟ ولا شيء غير الحقيقة يا دكتور ماجد. أنا الصراحة معجب في شجاعتك ومعجب بطريقة تفكيرك. والله بدأ يساحلنا ما قلت ليش؟ ممكن يدفع التعويض مقدما. لا يا عيوني مو احنا اللي ينقص علينا. لا يمكن نرفع المبلغ لأكثر من كذي. احنا يا حال حتى تساحلنا. اسمع عاد احنا بنمشي بالقضية وكلنا المحامي وخلاص انتهى الموضوع. لا سلام لا استسلام لا كلام. ايه لا استسلام ده امشي خلصيني طلع قدام. يلا يلا. ولا سلام 1.5 مليون. وبعدين معاك مين اللي قالك ان انا عاوز اشتكي الدكتور ماجد؟ انا اللي قلت ولا نسيت اللي سواه؟ أزار أنت اللي نسيت اللي عمله معايا الدكتور ماجد. دكتور ماجد يا حالات عليه ده هو اللي أنقذ حياتي ورد لي ثقتي في نفسي. ده تبع حالتي من أول ما دخلت المستشفى لحد ما طلعت. أنقذ حياتي وأنقذ حياتي. المنقذ الله سبحانه وتعالى. هو ما سوى إلا واجبه. إنما يا حبيبتي يستغل اسمك علشان ينشهر ويصعد على أكتافك. لا أولا الكلام ده مش صحيح. الدكتور ماجد يا هو بيهبل دكتور ناجح مش محتاج لأي دعاية.
عدل، أنا أقول مساء استغربت، أنا لاحظت حركات، نظرات وهمسات في المستشفى، أشياء غريبة، ممكن أعرف شو اللي يدور ورا ظهري يا نشمية؟ أولاً أنت اللي أفكارك مش طبيعية، أنا ما عنديش أسرار عشان أخبيها عنك. أولاً أنا ما بحبش أعمل حاجة في الظلم، دي مش من أخلاقي. ليش ما أنت راضي نشتكي عليه؟ ولا كل هذا طيبة قلب؟ والله أنا مش قليلة أصل عشان أشتكي الدكتور ماجد. الدكتور ماجد ده جميله حيفضل ملفوف حوالين رقبتي. الدكتور ماجد والله ما قصر، ما قصر، ولا ما قصر، ما قصر. يا سلام، انت هتغنيها لي؟ هتعملي لي فيها نجاة الصغيرة؟ ما قصر. سمعي عاد، الدكتور ماجد أدى واجبه وإحنا شكرنا عليه، إنما نسكت عن حقنا لا. أولا الدكتور ماجد غلط في حقي أنا مش في حقك أنت، ده إذا كان غلط. وإذا كان غلط يا ستي أنا مسامحاك، بسامحك يا ماجد، بسامحك. أنا حر. لا إحنا توم. توم إيه؟ توم ولا بصل؟ الله، أولا أنا تولت النهار وأنت تولت بالليل. اسمع حبيبتي، احنا خوات واللي اقوله انا لازم يتنفذ ويمشي. انت بتروحين معي عند المحامي ونبي نرفع دعوه وبنودي النيابه، مفهوم؟ سمعي ولا كلمه عاد. تطمني يا عبدو، التهاب بسيط في الاذن الوسطى. وجع الراس يا دكتور، وجع الظهر، وجع البطن، حتى الركب يا دكتور. أيه هذا كله سبب طال عمرك من الالتهاب في الاذن. انا سبق قلت الحكي هذا من زمان لكن ما اسمع الكلام. على كل حال مو مهم، يعني اذا زاد عندك عوار راس تقدر تراجع دكتور اسنان، دكتور باطنيه، دكتور النساء، ما يمنع. وبعدين احب اعطيك تفضل هذه 6 ساعات باليوم تقدر تستعملها، وهذه تقدر تشفط اذنك كل 3-4 مرات، تحس انها ثقيله شفطها. ما تجي تقعد مكاني بعد وتكشف على المريض مره واحده، اطلع برا وانطرني هناك، فاهم؟ لما ناديك يلا عدوا. اسمع حشه، شوف يا عبدو، انا اعطيتك راحه اسبوع بعد ما تصرف هذه زين، وان شاء الله ما تشوف الا الخير. شكرا يا دكتور. يا هلا، تسلم. دكتور ما بقى عندنا ولا مريض، ما كل عبد الصبور موعده بعد اسبوع. انا كم مره قايل لك لا تلقف قدام المرضى؟ يا دكتور انا ما اقدر اصبر واشوف قدامي واحد مريض وابخل عليه معلوماتي الطبيه. يبقى خش معلوماتك حق نفسك، واذا تكرر هذا الشيء مره ثانيه لا تلوم لنفسك. غلطه عمري اللي شغلتك انا هني، بعد ما جات امك هني وقعدت 3 ساعات تترجى فيني وكسرت خاطري. غلطه اللي شغلتك. لا يا دكتور، الغلطه مو غلطتك، الغلطه غلطتي انا يا دكتور. وشنو اللي مصبرك عليه ما دامها غلطه؟ حبي مهنه الطب. الله يسامحك يا عمي. عمي ريل امي هو اللي اذاني وهدم مستقبلي وما خلاني اكمل دراستي. تحين انا لاشكلة الطب وصرت زميلك حالي من حالك دكتور. وانت الحين جاي عشان تقول لي قصة حياتك؟ يلا قوم 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 شوف شغلك. يلا يلا شاف. احنا لا حول الله ولا قوة الا بالله، يا من شرار من حلال عله. هالولد هذا اللي يجيب لي الضغط اكيد. لا لا دكتور. دكتور ها وين بتروح؟ بهد لك العيادة وامشي، وكان زين لو اقدر اهد الدنيا وافتك منك. ما شاء الله، صير كبريت الله يطولك، بس صير كبريت. اسمعني يا دكتور، اليوم اتصلوا فيك نيابه يقولون باكر الصبح لازم تحضر. سويتيها يا هلاله؟ شو يصير دكتور؟ ادفع لهم التعويض وافتك، كلها مليون دينار ونص. مليون؟ مليون دينار ونص؟ فيصل. نعم. شوف ضغطي. شو؟ الله، مليون ونص.